السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها المتابعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تسجيل خاص بجميع المتمدرسين وجميع الممتحنين في كل مكان. هذا تسجيل من أجل مساعدة الممتحنين في الفروض والاختبارات والامتحانات، طبعا من أجل مساعدتهم حتى يجتازوا هذا الامتحان بكل سهولة. إذن عنوان هذا التسجيل هو أفضل طرق المراجعة واجتياز الامتحانات بسهولة ونجاح. إذن قبل الامتحان ماذا أفعل؟ أولا يجب أن تعرف أو أن تتعرف على أستاذك، سواء من تلاميذه السابقين تسألهم أو تسأل زملائه إذا كان هذا الأمر لا يحرجهم، أو تسأله هو نفسه كيف أتعرف عليه، ماذا يحب هذا الأستاذ؟ هل يحب الإجابات المختصرة في الاختبارات أو الامتحانات؟ هل يحب الإجابات الموسعة؟ كيف يحب طريقة الكتابة؟ كيف يحب تنظيم الورقة؟ وهكذا. هذا خاص بالتلاميذ المتمدرسين، هذا سيساعدك كثيرا. هل يحب الاعتماد على الفهم والتحليل في الجواب أو يحب الحفظ؟ بعض الأساتذة شعارهم بضاعتنا ترد إلينا، أي يجب أن تحفظ كل ما في الكراس لأعطيك النقطة كاملة، بينما بعض الأساتذة الآخرين لا يحبون الحفظ وإنما يكتفون بالفهم. أنت افهم الدرس وأجب بأسلوبك الخاص، هذا يجب أن تعرفه على أستاذك حتى تأخذ نقطة جيدة. هل يحب الكتابة النثرية، تكتب له جملا يعني نصا، أو يحب المخططات والجداول والأسهم؟ بعض الأساتذة تكوينهم أدبي فيحب الكتابة والنثر، وبعض الأساتذة تكوينهم علمي فيحبون الجداول والأسهم وهكذا. هل يكتفي بالحلول المختصرة ولا يقرأ كثيرا، أم أنه يشترط التفصيل؟ كل هذه الأمور يجب عليك أن تعرفها حتى تستطيع أن تأخذ نقطة يعني جيدة. أيضا الامتحانات السابقة عليك أن تحل أكبر قدر من الامتحانات السابقة، تحلها بنفسك وتنقط نفسك. أيضا ناقش حلول التمارين مع المتفوقين، لأنه لا يكفي أن تحل التمارين فقط أو تحل الامتحانات السابقة، لأنك ربما تخطئ في حل بعضها وتظن نفسك قد أجدت، فإذا ما سألت أحد المتفوقين وجدت نفسك خاطئة. هذه نقطة مهمة خاصة في أيام الامتحانات، يجب عليك أن تناقش المتفوقين لأنهم أدرى بما تدرس. أيضا الاستعداد الدائم للامتحان خاصة في أيام الامتحانات أو الأيام السابقة للامتحان، لا تشغل نفسك بغير الدراسة خاصة في أسبوع الامتحان أو الأسبوع واحد قبل الامتحان، لا تشغل نفسك بالرياضة أو بالإنترنت أو بأمر آخر إلا إذا كان هذا الأمر الآخر يصب في مصلحة الدراسة. ثانيا ابتعد عن الإنترنت والألعاب، بعض الناس هو يعني يغوص في الألعاب وفي التطبيقات وغير ذلك، في هذا الأسبوع أو أسبوعين يجب أن تبتعد عن هذه الألعاب مهما كنت مدمنا عليها. أيضا ابتعد عن الرفقة السلبية، هنا لا أقول لرفقة السوء، نعم يجب الابتعاد عن رفقة السوء، لكن أقصد الرفقة السلبية هي التي لا تذكرك بوجوب المراجعة. الرفقة السلبية هي التي تطلب منك أن تترك كل شيء على الله، نعم كل شيء على الله، لكن يجب المراجعة، يجب عليك أن تبتعد عن هذه الرفقة السلبية وتحجج بكل شيء حتى تبتعد عنهم ولو هذا الأسبوع أسبوع الامتحانات. امتحن نفسك قبل الامتحان، كيف ذلك؟ أجب عن الأسئلة المتوقعة، دائما تكون هناك بعض الأسئلة المتوقعة أو بعض الأساتذة يحددون الدروس، فأنت ضع أسئلة من هذه الدروس وأجب عليها ونقط نفسك، أي اجعل نقطة لنفسك، وأطلب من غيرك أيضا أن يضع لك بعض الأسئلة حتى ولو كانت شفهية وأجب عنها واجعل نقطة لهذه الإجابة، وانظر هل أنت مجيد أم أنت لازلت بعيدا. وأيضا كيف أذاكر وأنجح؟ ولا تفكر لماذا أنجح، بعض التلاميذ يشغلون نفسهم لماذا أنجح
وطبعا هذه كلها من وساوس الشيطان والعياذ بالله. إذا أنت لا تشغل نفسك لماذا أذاكر ولماذا أنجح، لكن اشغل نفسك بكيف أذاكر وأنجح. ابحث عن الطرق التي تجعلك تراجع وتذاكر وتنجح بإذن الله تعالى. لا تنسى الكتاب، لا تهمل الكتاب. نعم الكراس فيه التلاخيص، وبعض الناس يبحثون في أماكن أخرى عن مصادر أخرى للمعلومة، لكن الكتاب مهم لأن الكتاب هو الأصل هو المقر. فلا تنسى أن تنظر في الكتاب، ربما تجد فيه ما ينفعك. وقت المراجعة، حدد وقت المراجعة، لا تراجع في أي مكان وفي أي وقت، حدد وقت المراجعة الذي يناسبك. بعض الناس يناسبهم وقت المراجعة في الصباح، والبعض الآخر يناسبهم في المساء وغير ذلك. وهيئ المكان واحذر الجلوس على السرير، لأنك إذا جلست على السرير لتراجع فإنك ستنام أو ستترك هذه المراجعة، لأن الوساوس سوف تكثر عليك. لا تستهن بشرح الأستاذ، لا تترك شرح الأستاذ وتذهب للآخرين ليشرحوا لك، لأن الأستاذ هو أعرف الناس، أو يفترض هكذا أعرف الناس بهذه المادة، وربما هو يعرفك ويعرف تلاميذه ويعرف نوعية الشرح الذي يناسبهم. فعليك ألا تستهن أبدا بشرح الأستاذ لأنه هو الذي سينقطك. لا تنسى المشغول لا ينشغل لا بحديث ولا بهاتف ولا بكتاب آخر. هذه من حيل الشيطان أو من حيل النفس، فأنت تكون مشغول بالامتحان والمراجعة والمذاكرة، ثم بعد ذلك يظهر لك أن ترك مساعة في الهاتف، أو يتراءى لك أن تنظر في كتاب آخر ربما تحل فيه تم. لا، أنت ابقى مع كتابك أو مع كراسك أو مع تمرينك، ثم بعد الإنهاء والانتهاء اذهب إلى ما تريد. أيضا حول الدروس، أو حول الدروس إلى سيناريو، خاصة دروس الاجتماعيات وحتى دروس اللغات. مثلا في هناك بعض الأفعال في اللغة العربية أو في الفرنسية، أو نوعية الأفعال وصيغة الأفعال، تحولها إلى سيناريو، تحولها إلى قصة حتى تستطيع تذكرها حين الامتحان. طبعا أثناء الامتحان وأنت ممتحن، وأنت تمتحن الآن، ماذا تفعل في القسم؟ إذن توكل على الله، هذا كل شيء، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، صدق الله العظيم. يجب عليك قراءة الأسئلة قبل الشروع في الحل، تقرأ كل الورقة وتنظر خلف الورقة. هذا الأمر وقع لي قبل سنين كثيرة، يعني قبل 30 سنة تقريبا، عندما كنت أجتاز الامتحان فقرأت في اللغة العربية، قرأت القصيدة ولم أنظر خلف الورقة، فإذا بي هنا فإذا هناك بيتين لم أشرحهما، والحمد لله أني تداركت الأمر في آخر الأمر في آخر الساعة، وناقشت تلك ذلك البيتين. إذن عليك أن تقرأ كل الورقة وتنظر خلفها. لا ترتبك إذا رأيت غيرك بدأ في الكتابة. بعض التلاميذ إذا رأى غيره بدأ يكتب فيظن نفسه قد متأخر ويبدأ في الارتباك وتذهب له الإجابة. عليك أن تصبر، فربما غيرك لا يكتب شيئا مهما. نظم الوقت، وضع خطة للإجابة، ضع مقدمة وعرضا وخاتمة. هذا ليس في الأمور العلم الأدب، بل حتى في الأمور العلمية، وضع خطة في المسودة في ورقة الوسخ كما تسمى، ثم ابدأ الإجابة على بركة الله. لا تنشغل أو لا تشغل ذهنك بأفكار خارجية. أنت الآن في الامتحان، فلا تشغل نفسك بالنقطة أو بالأستاذ أو بغير ذلك. عالج القلق بذكر الله، استعن بالله واستغفر الله، ويبعد عنك القلق ووساوس الشيطان والنفس بإذن الله تعالى. حاول أن تجيب على كل الأسئلة، حتى الأسئلة التي لا تعرفها حاول أن تجيب عليها ولو بكلمة أو سطر أو نصف سطر، لأن بعض الأساتذة ينقطك على مجرد المحاولة، محاولة الإجابة. لا تنسى المراجعة ولا تخرج قبل الوقت، لأنه ربما تتذكر شيئا أو تتذكر سؤال لم تجب عليه، فلا تخرج قبل الوقت أبدا، واصبر فإنها مجرد دقائق. بعد الامتحان ماذا أفعل؟ عليك أولا الخروج من القاع بنفس راضية وواثقة من الجواب. لا تكدر نفسك ولا تقول لم أعمل ولم أجب صحيح وهكذا. أيضا عليك ألا تشغل نفسك بالإجابة الخاطئة.
بعض الناس يشغلون نفسهم بالإجابة الخاطئة وهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيء. عليك أن تحضر للامتحان القادم ولا تشغل نفسك بالإجابات الخاطئة. وبعض الناس يظنون أنه أجاب خطأ وفي الحقيقة أن إجاباته كلها صحيحة. فأبعد نفسك عن هذه الوساوس. لا تناقش زملائك إجاباتك، أي لا تفضح نفسك، سواء كان الإجابة، لأن هناك الحسد وهناك الغيرة، فأنت لا تفضح نفسك أمام الآخرين وتخبر التلاميذ إجاباتك. ربما تكون إجاباتك صحيحة فتحسد، وربما تكون إجاباتك خاطئة، فهذا الأمر يحبط أو يهبط من معنوياتك. أبدا لا تناقش زملائك في إجابتك، تسبب أو تحجج بأي حجة ولا تخبرهم أبدا عن إجاباتك. أيضا سلاح المؤمن الدعاء، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقها. كان هذا كل شيء، إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.